يعني ممكن نظاره لو ايه يعني رقيقه كده وشياكه ماشي، لكن النظاره السميكه لا، نو واي. والنظاره طبعا يعني لما حد مثلا يلبس نظاره سميكه وياخد نظاره هو ما بيشوفش شكله، هو بيشوف شكل النظاره. لو بيشرب شاي او قهوه في مكان او بيشرب شاي وقهوه وهو سايق هتبخر في النظاره تبقى نصيبه سودا. لو بيشتغل شغلانه معينه والحر وبتاع ولابس النظاره بخرت الدنيا، النظاره اتقفلت. لو اختلف النظاره اختفت خلاص، انا بدور على النظاره ما لقيتهاش، ضاعت، اتكسرت، نسيتها في حته، اليوم وقف عند الحد ده. كمان النظاره للاسف في كل المجتمعات لسه شايف اعلان او يعني كلمه لحد اجنبي امريكي تقريبا، لما امريكي لما بريطاني بيتكلم تقول لك مش معنى ان انا بلبس نظاره ان انت تتريق عليا. ده في حاجه في يوم معين لعدم التنمر باللابس النظارات. فاذا النظاره في السماكات او في الدرجات العاليه تبقى قاسيه للغايه، خلينا نفهم ده. النهارده عندنا قصه مهمه جدا، قصه مش عارف الخصها لكم لان ما ينفعش تلخص لانها قصه طويله، قصه استغرقت سنين، وقصه مشاكل العينين لما تستغرق سنين اذا ستستمع الى العديد من الحكايات، من المآسي، ربما من المواقف اللي يعني لما الامور تتصلح بتبقى المواقف دي زي ما تقول تبعث على الكوميديا شويه، لان انا خلاص بفتكرها على انها دي ايام وراحت لحالها، لكن لو ما كانتش صلحت ما اعتقدش ابدا انها كانت هتبعث على الضحك، هتبعث اكيد على الحزن. النهارده لقاء من تراث خاص زي ما انا قلت مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بسعد جدا باستضافته، واكيد يعني واحد من الاسماء اللي احنا بندن لها بالتفوق. انتوا عارفين ان احنا اخترنا افضل برنامج الحمد لله طبي ل 2019، ده وشوش اخترتنا فيه، وده شكرا ليهم طبعا، لكن الجمهور بتاعنا هو اللي اختار، هو اللي صوت. اعتقد انه صوت مش لي انا ولا للبرنامج، لضيوفنا في الاساس كمان. واحد من الناس اللي شالت على عاتقها هذا البناء في عالم العيون، استاذ دكتور احمد عساف، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا واهلا بالناس الحلوه، والف مبروك على الله يبارك فيك، مبروك ليك ومبروك ليك. الله يخليك، ربنا يخليك. البرنامج بيك وانتوا يعني مش لا ده شرف لينا، ربنا يخليك. ده شرف لي انا. النهارده معانا يعني ضيفه طبعا عزيزه عليا جدا وسعيد بانها جت النهارده، الاستاذه اسماء قطب. ازيك يا اسماء؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله بخير. اسماء من الناس الطيبه جدا، الناس الهاديه اللي ساعدتي جدا باللقاء، حتى قبل ما انت تدخل دخلت سلمت عليا. اجمل حاجه في سلام الناس علينا ان الناس بيعرفنا. طبعا عارفك. طبعا ده احساس يعني جميل قوي. الاول نبدا، تحب نبدا بالميه البيضاء ولا نبدا باسماء زي ما انت تحب؟ انا احب اوضح بس نقطه صغيره، ان هو احنا جبنا سيره الميه البيضاء كتير قوي وقلنا اوقات كتير ان المياه البيضاء معظمها بتبقى جايه نتيجه تقدم في السن، لكن في اسباب تانيه للمياه البيضاء، ممكن يكون نتيجه التهابات في العين، ساعات امراض السكر ساعات بتساعد على حدوث مياه بيضاء، التهابات قديمه في العين او حوادث معينه ممكن تؤدي الى حدوث المياه البيضاء، لكن في سبب تاني للمياه البيضاء هو المياه البيضاء الخلقيه، ان انت ممكن تبقى مولود، الطفل يكون مولود هو عنده مياه بيضاء. يعني عنده عتامه في العدسه اللي جوه العين، وهنا تكمن مشكله كبيره جدا ان انت بتحكم على هذا الشخص اللي هو الطفل اللي هو بعد شويه هيبقى طالب في المدرسه، بعد شويه هيبقى شاب او شابه بيشتغل بعد كده اهوت ويتحمل مسؤوليه بعد كده اهوت، سواء نفسه او مسؤوليه اسرته، بيعيش حياته بطريقه معينه، لان العمليات الميه البيضاء في الميه البيضاء الخلقيه ليها ظروف خاصه. دايما الطفل لما يكون صغير قوي ونعمل عملية المية البيضاء اللي هو عدسة العين المعتمة بنشيلها، صعب ان احنا نزرع عدسة جوه العين نعوضها، فبنسيب العين من غير عدسة. ليه؟ علشان حجم العين نفسه بيكون صغير قوي، وممكن لو زرعت العدسة ممكن يحصل مضاعفات من اشهرها ارتفاع في ضغط العين ويعمل مية زرقاء ويعمل التهابات كمان والتصاقات جوه العين. فجرى العرف ان احنا نستنى سنتين يكون الطفل ده يعدي سنتين ونزرع عدسة. الاساليب العمل عمليه الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين او الميه البيضاء الخلقيه تطورت، لكن من زمان من 10 سنين او 15 او من 20 سنه كان الموضوع ان انا اشيل الميه البيضاء وما ازرعش عدسه، بعد سنتين او بعد اكثر مش مهم، والطفل ده يعيش حياته كلها بنضاره ونضاره تخينه زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج. النضاره دي بيبقى ساعات القوه بتاعتها زائد 10 وساعات زائد 11 او زائد 13 وزائد 14.
دي مش شكل النظارة بس الوحش، اعتماد الطفل أو الشاب على النظارة دي بيبقى تقريباً 110%، مش هنقول 100%، مليون في المية. يعني من غير النظارة لا شايف لا بعيد ولا شايف قريب، على عكس حتى الناس اللي عندهم قصر نظر. القصر النظر عنده ميزة لو سالب 10 مثلاً، عنده ميزة لو من غير نظارة ممكن يقرب الحاجة من وشه أو من عينيه على مسافة كام سنتي يعرف يشوف. اللي زائد 10 أو زائد أكتر ما بيشوفش لا قريب ولا بيشوف بعيد، وشكل النظارة مش حلو، وبيدي عدم ثقة في النفس، وبيخلي حياتك كلها مرتبطة بالنظارة دي. النظارة دي في يوم لو اتكسرت أو ضاعت منك حياتك هتنقلب رأساً على، أو اليوم نفسه هينقلب رأساً على عقب. لما بتيجي تسافر بتسافر معاك النظارة اللي أنت لابسها ومعاك نظارة تانية احتياطي في الشنطة. ممكن غير ان حضرتك قلت مثلا ممكن سخريه الزملاء في خاصه في المدرسه ممكن يبقى فيها نوع من انواع السخريه مثلا، ممكن حتى ممارسه الرياضه، ممكن ممارسه الحياه العاديه لاي طفل وشاب هيبقى صعب جدا في وجود النظاره. ممكن الصعيد على النظاره دي بعدسه لاصقه، لكن للاسف في المقاسات العاليه اللي هي بالموجب بتبقى العدسه اللاصقه كمان مش مريحه، لان العدسه اللاصقه بتكون تخينه وبتضايق المريض جدا وبتحمر العين، بتعمل له شكشكه والتهابات متكرره. هنا تكمن المشكله، ان في طفل بيتولد يعني بيوعى على الدنيا بنضاره، وبيلاقي نفسه مختلف عن بقيه الناس اللي حواليه ومش عارف ليه. ومش نضاره عاديه، نضاره بسبب ان كان في ميه بيضه او كان في عدسه جوه العين اتشالت عشان هي كانت معتمه وما تعوضتش بعدسه ثانيه. إذا دي المأساة الكونجينيتال الخلقية. الخلقية. طب ناخد فكرة عن حالة، يعني اشرح لنا حالة أسماء يعني مش إزاي؟ أسماء هي حالة من الحالات اللي بتشوفها كتير. ناس كتير جدا بيجي لك في سن الشباب ويقول لك أنا لابس نظارة تخينة وعايز حل للموضوع. لما بنيجي نفحص بنكتشف إن العين من غير عدسة. العين نفسها مش مزروع لها عدسة، وبنعرف من الأب والأم إن الطفل ده أو الشاب ده لما اتولد كان عنده مية بيضاء أو كان عندها مية بيضاء خلقية، واتعملت العملية وما اتزرعش عدسة في وقتها. وده صح مش غلط بالمناسبة، عشان وقتها تقنية زرع العدسات ما كانش منتشرة، كان تصميم العدسات مش متطور زي دلوقتي. طريقة عمل العملية ما كانش بنحط في دماغنا، أو الجراحين ما كانش بيحطوا في دماغهم إنه إحنا هنزرع عدسة في المستقبل أو في القريب العاجل. المهم الطفل ده يبقى شايف كويس، مش مشكلة بقى شايف كويس بنضارة ومن غير نضارة، دي مش مشكلة. المهم يعيش حياته شايف كويس، يلبس نضارة زائد 10 زائد 15 مش مهم. الحالة النفسية هنا بتهمل، أو حالة الجانب الاجتماعي كمان بيهمل في حالة زي كده هو. فهي كانت دلوقتي هي شابة مقبلة على الحياة وعايزة تشوف حل للقصة دي، هل اعتماد على النظارة دي يعني تقدر تستغنى عنها، أو حتى في أدق الحدود نقلل الاعتماد على النظارة دي شوية، ممكن أخرج من غير نظارة، ممكن حتى لو لبست نظارة بعد العملية مثلا أو عملنا أي إجراء تلبس نظارة حتى لو نظارة صغيرة مقاس صغير، يبقى مقاس طبيعي زي اي حد تاني ماشي في الشارع. هل في امكانيه حاله زي كده ولا لا؟ هو ده كان الطلب بتاعها. دخل الحاله جت بدات تكشف عليها. هي كشفت عليها، كان هي دلوقتي معمول لها من تاريخ المرضي من الاسره ان الاب والام قالوا ان البنت دي فعلا اتولدت وكان عندها ميه بيضاء خلقيه، واتعمل عمليه، وبعد العمليه طبعا ما كانش في زرع عدسه زي ما قلت قبل كده اهوت. ففحصتها اتاكدت من الكلام ده مظبوط، وكان في التصاقات في العين، وكان في مشاكل في حدقه العين كمان، يعني ما كانتش بتستجيب للإضاءة قوي، فكانت حتى الإضاءة بتضايقها، أي إضاءة زي إضاءة الشمس كانت بتضايقها. الالتصاقات دي كانت رافعة ضغط العين كمان وبتأثر على كفاءة العصب البصري، فالحالة كان مضاعفة شوية، مش مجرد إن ما فيش عدسة جوه العين، لكن في مشاكل كمان في من العملية القديمة قبل كده. الصورة دي صورة قبل العملية. دي كان قبل أسماء قبل العملية. دي النظارة بتاعتها. ده كان النظارة، خلي بالك النظارة ده إزاز مضغوط كمان. يعني ده ازاز مضغوط وده غالي مش رخيص بالمناسبه. يعني لما تيجي تعمل نظاره زائد 13 او زائد 12 وتخليها بالشكل ده، ده كده احسن ما يمكن. يمكن لو قربنا شويه صغيرين تلاقي النظاره بتكبر حجم العين، يعني انت تحس ان هي حجم عينيها اكبر من الحقيقي عشان هي نظاره بالظبط بالموجب، ودي تبقى عدسه موجبه. العدسه الموجبه بتكبر الحاجه اللي وراها على طول، على عكس العدسه السالبه. الناس اللي عندهم قصر نظر بيبان عندهم الموضوع بالعكس، بيبان عينيهم اصغر من الحقيقه، هنا بتبان العين اكبر من الحقيقه. مش بتكلم على الشكل العام بس، بتكلم احتياجك دايما النظاره دي تبقى موجوده على وشك باستمرار. من غير النظاره دي انت مش شايف حاجه. طب هروح لاسماء بقى، ما هو احنا دلوقتي ما قبل، احنا ما زلنا في البدايه. ايه اللي تعرفيه عن اللي اتعمل لك وانت عندك
سنتين او قبل سنتين يعني؟ حد اكيد بابا وماما قالوا لك يعني. قالوا لي، هي مامتي قالت لي ان انا بدات البس النضاره من وانا بدات اسحف. كانت وانت بتسحفي؟ كانت عامله لي سنتين. كانت عامله لي نضاره وحاطه فيها بتاع كده عشان لما اسحف ما تقعش. تبقى نضاره خاصه بيبقى ليها استك تقريبا رباط. كانت بتاعت اطفال. بالظبط. بعد كده بقى لما كبرت، لما اصحى من النوم على طول النضاره، اول ما افتح عيني النضاره على طول قبل ما حتى افكر اروح اغسل وشي او اعمل اي حاجه. لازم البس النضاره على طول. حصل لي طبعا مواقف كتير في المدرسه، زي مثلا في مره النضاره اتكسرت وانا في الجاردن يعني، وما كملتش اليوم، خليتهم يكلموا ماما تيجي تاخدني عشان مش عارفه اكمل اليوم، طبعا مش شايفه اي حاجه قدامي، فكان الموضوع صعب. طفله صغيره مش شايفه. لا، وفي حاجه تانية يعني، حاجه مهمه قوي، ان هي خليت حد يجي يكلمني يجي ياخدني. يعني هي من غير النضاره مش هتبقى حتى تعرف تروح البيت لوحدي. انا حتى عيطت ساعتها، يعني مش شايفه قدامي يا جماعه. مشكله. انت عارفه ان انت من غير النضاره ما بتشوفيش. كنت ساعتها. بالظبط. غير بقى كلام الاصحاب وحتى من المدرسين نفسهم، كانوا في تنمر كده، ايه ده انت عينك كبيره بالنضاره، طب ليه ما تقلعهاش؟ مدرسين؟ وانا في الثانوي. وانت في ثانوي؟ ده مدرس ثانوي. والله. ده كلام مهم جدا، ان لازم ادارات المدارس تنبه على المدرسين وطبعا الطلبه، بس الطلبه يعني شيء يجي منهم تنمر ده يعني متوقع ومؤسف، لكن المدرس يجي منه تنمر ده مش متوقع ولا مؤسف، دي جريمه. وهو الطالب زميله برضه دي تعتبر جريمه في رايي، لكن ها يعني احنا لسه ما وصلناش ان احنا نمحي التنمر تماما، لكن المدرس تحصل منه ده يعني فين ده لازم في رقابه ولازم يعاقب معاقبه شديده في حتت معينه، الراجل ده بينتهي شغلانته. كملي يا اسماء. بالظبط. ف يعني بصراحه في الوقت ده اتصدمت جدا، يعني من المدرس بتاعي يقول لي كده، ففي الوقت ده كنت بدات اكبر وكده، فقلت لا يعني نفسي بقى اقلع النضاره دي، كله بيتكلم ويقول ايه ده شكلك مش حلو بالنضاره، فكنت اما اروح اكشف اقول له يا دكتور انا عايزه يعني اقلع النضاره دي اعمل عمليه، يقول لي لا انت في عين تنفع وعين ما تنفعش، فطبعا مستحيل نعمل لك عين ونسيب العين الثانيه، فارضي بقى كده وانت على طول هتبقي بالنضاره. اتقال لك كذا مره؟ من كذا دكتور يعني. بس لحد بس يعني قلت خلاص النهارده وتمام وهعيش حياتي كده، لحد ما عرفت دكتور احمد ورحت له، كنت رايحه ان انا هعمل نضاره يعني خلاص هعمل نضاره وكده، قال لي لا انت ليكي عمليه وينفع. رايحه كمان مش بهدف حاجه، انت كان هدفك ده خلاص بعدتي عنه. بالظبط. انا رايحه اعمل نضاره بس. فلما قال لي بقى لا انت ليكي عمليه وينفع يتعمل لك عمليه، فكان بالنسبه لي كده حاجه زي بصيص امل يعني. بس يعني نقف عند الحته. جت اسماء تعمل نظاره، تعملها فحوصات اكيد، هنتكلم عن فحوصات، لكن هي قبل كده اوريدي من تجربها القريبه برضو من الزياره دي اتقال لها لا انت ما ينفعش تعمل، ايه الصعوبه في حالتها؟ دايما لما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه. ان الميه بيضاء زي ما قلنا كتير، بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه، فبنشيلها وبنحط مكانها عدسه تانية. دايما بنسيب حاجه اسمها محفظه خلفيه، باختصار غشاء رقيق جدا بنسيبه علشان ده اللي بنحط عليه العدسه اللي هنزرعها مكان العدسه القديمه. الاطفال الصغيرين ما ينفعش نسيب المحفظه الخلفيه دي، يعني لازم تتشال، لان بتعتم وبتخلي الطفل مش شايف، يعني ممكن كأن بالظبط الميه البيضاء رجعت تاني، يعني ما بترجعش، بس الغشاء الرقيق الشفاف اللي موجود المفروض نزرع عليه العدسه بيبقى معتم وما كانش ينفع، والمريض مش هيشوف بعد كده او الطفل بمعنى اصح. فهنا بيتشال. فطبعا لما بتيجي تزرع عدسه بيبقى تقنيا صعب جدا هتزرع عدسه في مكانها الطبيعي من غير ما تلاقي حاجه تسندها. ما فيش المحفظه الخلفيه، او مفيش المحفظه الخلفيه، فهتقع في قاع العين، فصعب جدا. فطبعا الموضوع تطور، ان انواع العدسات تطورت، طريقه زرع العدسات في الحالات المعقده، مش عايز اقول معقده بس هو ده الترجمه الكومبليكيتد يعني المعقده، الحالات الصعبه زي اسماء تطورت في خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، فبقى بنثبت العدسه في جدار العين اللي هو في الصلبه او البياض بتاع العين نفسه.
بدل ما ندور على حاجة تسند العدسة من تحت، لا العدسة ليها دراعات بنثبتها في جدار العين من غير ما يبقى فيه محفظة أو ما بيبقى فيه حاجة تانية تسند العدسة من تحت. وده التطور اللي حصل، وبقينا بقينا نتشجع وقادرين ان احنا نزرع عدسات في اطفال كما عمل لهم او شباب دلوقتي كان معمول لهم هم اطفال صغيرين عمليه الميه البيضاء. هنا التكنيك بتاع الميه البيضاء لو ما شايفينه في الانيميشن، هنا بيشيل المحفظه الخلفيه، المحفظه الاماميه، ده الجزء المحفظه الاماميه كده، ده قشره صغيره او كيس صغير بيقشره، وهنا دي الموجات فوق الصوتيه بيشيل الميه البيضاء او العدسه بتاعت العين بيفتتها بالموجات فوق الصوتيه. لكن لو خدنا بالنا ان المحفظه نفسها لسه موجوده، وخاصه الغشاء الخلفي من المحفظه لسه موجود، وده اللي هيزرع عليه العدسه. الدائره البيضاء الموجوده دي ده معناها ان المحفظه جزء منها هتشال والجزء الخلفي لسه موجود وده شفاف، ويروح زرع العدسه جوه العين. في الاطفال الصغيرين ما ينفعش اسيب المحفظه دي لانها بتعتم، يبقى انا ما عملتش حاجه للطفل، هيقعد شهرين شايف كويس ويرجع بعد كده مش شايف كويس بسبب ان عتامه حصلت في المحفظه الخلفيه. ودول بيبقى صعب جدا علاجهم بالليزر، لا ده بندخل اوضه العمليات تاني عشان نشيل المحفظه كلها، وبالتالي العدسه اللي انا زرعتها مش هتلاقي مكان تثبت عليه وهتقع على الشبكيه وقاع العين ويبقى الموضوع اسوء. فقلنا خلاص يبقى نعمل الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين وهنشيل المحفظه الخلفيه وما نزرعش عدسه ويحلها ربنا بقى بعد كده، بس المهم الطفل ده يبقى شايف. ده اللي كان موجود من 15 سنة تقريبا يعني. الموضوع تطور فبقينا نعرف دلوقتي نزرع عدسات. في طريقة ان احنا نزرع عدسات في حاجة اسمها الجزء الامامي من العين، بس دي ليها مشاكلها، بتعمل مشاكل كثيرة جدا، ممكن تعمل مية زرقاء، ممكن تعمل التهابات في العين متكررة، ما تنفعش في شاب او شاب هي متوقع ما شاء الله يعني يديهم لايف سبان بتاعهم او متوقع ان هم يعيشوا مثلا 30 40 50 سنه قدام، ممكن يعملها الناس كبار في السن شويه، فبالتالي ما كانش مستحب قوي ان احنا نزرع عدسات، فقلنا خلاص يعيشوا بالنضاره وخلاص. لكن الحمد لله ظهر تطور دلوقتي التقني من ناحيه العدسات وطريقه زرع العدسات بان نثبتها زي ما قلت قبل كده في جدار العين. نورتنا واسعدتنا كالعاده، ويعني النهارده استفدنا استفاده كبيره جدا. لازم المجتمع الطبي كله يفهم، مش بس المجتمع الطبي، الناس اللي عندهم نفس هذه المشكله والعائلات المصريه تفهم كويس جدا. الثقافه تبدا من فهمنا ان هناك حل للمشكله، وهذه احدى الحالات المهمه او الحلقات المهمه اللي احنا حطينا مشكله واوجدنا ليها حل بالفعل حقيقي. اعتقد ان ده مهم جدا في الثقافه العربيه. الحمد لله هو الطب بيتقدم باستمرار، واحنا بنحب نوصل الرساله للساده المشاهدين ان في تطور دايما مستمر ومفيش داعي للاحباط. طبعا عايز أأكد برضو نقطة صغيرة إن مش كل الحالات بنعرف نتعامل معاها، يعني لو في حد عنده ضمور في العصب البصري على سبيل المثال أو مشاكل في الشبكية دي صعب علاجها حتى هذه اللحظة، لكن في أمل في القريب العاجل إن شاء الله عن طريق تطور كبير في أبحاث بتتعمل دلوقتي للحالات اللي زي كده. لكن جزء كبير من المشاكل كنا بنلاقيها قبل كده ما بنعرفش نلاقي لها حل، بقى في حل ولو بنسبة 70%. فأعتقد ده بيدينا أمل وبيدينا رسالة ان احنا نوصلها للسادة المشاهدين ان احنا نقدر نساعدهم في معظم الاوقات لحل المشاكل بتاعتهم. نورتيني وشرفتيني. الله يخليك. ضيفتي العزيز المبدع دايما الاستاذ الدكتور احمد عساف، ضيفتي العزيزة اسماء قط، نورتونا وشرفتونا. الف شكر. خليكم دايما مع الناس الحلوة.